الدرس الأول طبعاً قد يعتبر التأسيس. مهم جداً في هالظروف، ظروف الحرب، ظروف الصراع، ظروف الحصار، والحالة اللي نحن عم نمر فيه كشمال وشرق سوريا وسوريا عامة وإجمال المنطقة، الأسواق القديمة في المناطق المختلفة، وكانوا مثل ما بيقولوا يذهبون مسافات طويلة بهدف تأمين السلع الناقصة في المنطقة ما أو في بلدة ما أو في قرية ما. إذا التجارة كانت أخلاقية، يعني حقيقة هذه المهنة التجارية هي حقيقة مش أخلاق، من أخلاق المجتمع، أخلاق مجتمعية. بدأ العمل في غرفة التجارة منذ بداية تحرير مدينة منبل وريفوان، وتم إصدار أول سجل تجاري في الغرفة بتاريخ 8/12/2016. وقد تشكلت غرفة التجارة بكلف ورعاية لجنة الاقتصاد في مدينة منبل وريفوان، حيث كانت منظمات المجتمع المدني لم تؤسس بعد. وفي تاريخ 24/6/2019 تشكلت إدارة منظمات المجتمع المدني، وفي تاريخ 1/10/2019 تم عزل غرفة التجارة عن لجنة الاقتصاد رسميا، والتحقت منظمات المجتمع المدني وذلك وفق التنظيم الأصولي، وهي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني ذات اتباع تجاري عام، تهدف إلى تنظيم الفعاليات التجارية أفرادا وكونا أو جماعات، تحمي حقوقهم وتقدم لهم الخدمات الإلزامية من أجل النهوض والارتقاء بنشاط التجاري وتطور في إطار الاقتصاد المجتمع الخالي من الاستغلال والاحتكار بما يتفوق مع مبادئ العقد الاجتماعي. وهي مؤسسة تدخل ضمن الهيكلية التنظيمية لاتحاد غرفة التجار بشمال شرق سوريا، وتتشكل على مستوى المقاطعة وتتبعها اتحادات فرعية، وتعمل على تنظيم التجار كلها حسب مهنته. كاميران هنا، أحمد شريف العبو هنا، حمود الأحمد المصطفى هنا، هناء كاميرا. وأن ألتزم بمبادئ الأمة الديمقراطية، وأن ألتزم بمبادئ الأمة الديمقراطية، وعلى ذلك أقسم وعلى